يتابع الكره. محمد نور للاتحاد بيهاجم ناحيه الخطيب وحاول يسدد ومجرد أبو نوران، البداية الحقيقية لمحمد نور في الفريق الأول عام 95، في أي عام تعتقد محمد نور بدأ يأخذ وضعه مع نادي الاتحاد؟ أنا أتذكر يا كابتن أول مباراة لي لعبتها مع الاتحاد كانت فريق أول ضد الهلال، كانت في احتفالية بمناسبة مرور 50 عام على تأسيس الخطوط السعودية. كانت مباراة الاتحاد والهلال، يعني ما أنساها المباراة دي. ليه ما تنساها؟ ما أنساها عشان أنا طول المباراة كنت ألعب وأتفرج على يوسف الثنيان قسما بالله يا كابتن. أسطورة يعني. لا يعني أنا هذا كنت أشوفه في التلفزيون كده، واليوم أنا أجي ألعب معه، فطول المباراة أنا قاعد أتفرج. هذا الكلام أقسم بالله أول مرة أقوله يا كابتن. هذا عام 95؟ أيوه تقريبا.